تسوي هي بعد هاي عيشتنا. رحت الناصريه وجيت هنا؟ هي الناصريه يعني الناصريه مو بس انا، الناصريه كلها انا ناصريه. ليش؟ هي ناصريه ما بيها شغل. ناصريه تعبانه. ايه عفنا عوالنا وجينا لنا نشتغل. من اي ناحيه تعبانه الناصريه؟ والله ناحيه الاحزاب يعني. ناس كلها متحزبه، وما عنده حزب يعني يروح برجله. الناصريه يوميه من يوم ويوم مظاهره. هي طبعا شيء اكيد. والمظاهرات هي مستمره يعني، مو بس يعني ناس جوعانه تطلع وتتظاهر، تطلع كل شيء تسوي. هو عشان تراضي بس الوضعيه هاي. اكو ناس انحرفت، راحت المخدرات وراحت غير اشياء، بسبب شنو؟ بسبب ماده. ماده ما عنده قوت يعني، عياله ما عنده شيء يسوي هذا يعني، يظل يتنوع على عياله وصافن يروح ينحرف. طبعا. من وين؟ ناصريه سوق الشيوخ. ومنك؟ منك من ناصريه. صار لك قد هنا؟ والله صار لي تقريبا شهر هنا. صار لي تقريبا ايش قد؟ شهر. شهر؟ اي. ايش عجب؟ ايش تسوي هي بعد هاي عيشتنا؟ رحت الناصريه وجيت هنا؟ هي الناصريه يعني الناصريه مو بس انا، الناصريه كلها انا ناصريه. ليش؟ هي ناصريه ما بيها شغل. ناصريه تعبانه. ايه عفنا عوالنا وجينا لنا نشتغل. من اي ناحيه تعبانه الناصريه؟ والله ناحيه الاحزاب يعني. ناس كلها متحزبه، وما عنده حزب يعني يروح برجله. الناصريه يوميه من يوم ويوم مظاهره. هي طبعا شيء اكيد. والمظاهرات هي مستمره يعني، مو بس يعني ناس جوعانه تطلع وتتظاهر، تطلع كل شيء تسوي. هو عشان تراضي بس الوضعيه هاي. اكو ناس انحرفت، راحت المخدرات وراحت غير اشياء، بسبب شنو؟ بسبب ماده. ماده ما عنده قوت يعني، عياله ما عنده شيء يسوي هذا يعني، يظل يتنوع على عياله وصافن يروح ينحرف. طبعا هاي اوضاعنا الحمد لله والشكر. احنا نقول الحمد لله والشكر. هاي متزوج؟ انا متزوج الحمد لله، عندي 5 جهات، عندي كرار ومقتدى ونبى وهبه. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك وديمك. كل شيء تروح لهم؟ والله كل شهر ان شاء الله ذني الباكر عقب ما انزل. اي تعطيهم مصرف؟ تعطيهم مصرف وشوفوا معي ونرجع. هاي هو هذا الجهاد، جهاد الاكبر. واي الحمد لله والشكر نعيش بكرامه. تطلع تشتغل واي وما نروح نذر نفسنا. اي فندق والله. ايش قد والله ليت الفندق هذا؟ والله 5000. الشهر ايش قد؟ اعطيه 150 على 5. 150 وحدك انت لو مجموعه؟ انا بوحدي. اي اي وقاعد وادفع ال 5 النفر. هاي الفندق زين؟ والله نقول زين. مشي حاله. اي مشي حاله الحمد لله. المهم على قد النوم. الحمد لله. اي مشي حاله. وش تسوي؟ شو ناشد حكومه تريد؟ هيسنا بعد. والله لا حكومه ولا هاي، الاوضاع تعبانه. ونقول الحمد لله والشكر. هاي ولا سواء يحل منها يروح للبيت، يروح يتلقى جهاله يرتاح يشوفه. والله مو يروح للفندق اللي في راسه وينام ما يعرف شنو ماشي. المهم بس تطلع تشتغل وترجع الفندق حتى تلم تلم وتروح. تلم هاي وتروح، تروح لك 4 ايام 5 ايام ترجع. انا مو هذا عمره هذا تخلص هيجي. مو مسرى يعني. شو تسوي؟ تقول الحمد لله. الله يزيدك. الحمد لله. الله يرزقك. الحمد لله. الله يرزقك. ربي يسترك ويوفقك. حبيبي. صوت الشعب يعني المواطن يعني. اي الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. تحياتي لك. الله يعزك. الله يوفقك حبيبي. طبعا مشاهدينا الكرام.